بقرارات ماهيش اما ماهيش مدروسة ولا فيها تراخي وتراخي معناها إجرامي. مسؤولية الدولة مسؤولية ثابتة وحقيقية. في الموجة الأولى الدولة فرضت حظر شامل لكن ما عطاتش للتوانسة الإمكانيات باش يقاومك الحظر هذاك. المرة هذه لأنه ما عندهاش الإمكانيات ولا ما تحبش تحط الإمكانيات إن سيبت الماء على البطيخ وحظر التجوال اللي عملته تطير ملام لأنه ما تطبقش ومازال ما هوش مطبق. غدويكا عندنا مشكلة. العالم الكل قاعد يعمل في التلقيح. الدولة متاعنا ما هي قاعدة تعمل في حد شيء باش أنه التلقيح يجي في أسرع وقت. إن ما نعرفوش وقتاش باش يجي، ما نعرفوش كيفاش باش تصير الأمور. مسيبين التوانسة. احنا نأمنوا بالقضاء والقدر أما نأمنوا بمسؤولية الدولة إذا تحب تكون دولة. إن شاء الله ربي قد الخير. شكرا لك سفيان. 70 وفاة إضافية و 2820 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس. هذا الرقم اللي انطلقت منه هو الرقم الأعلى ارتفاعا في الإصابات منذ بداية الجائحة. لا وفيك دي بروجيكسيون 2000 وإذا كانش نكملوا هكا دي بروجيكسيون معناها مرعبين كريمان مرعبين. في نفس الوقت وانت حكيت على الإجراءات، إيرادات السياحة في تونس تتراجع ب 65% في 2020. هذا يقول قائل عملنا جهدنا وحلينا الحدود وضحينا برواحنا باش السياحة تنتعش، ولكن للأسف تراجع ب 65%. بالحق اون بونسي للناس اللي تخدم في القطاع السياحي، للعملاء العائلاتهم، للناس اللي تستقات من القطاع هذا. تقريبا 450 ألف في القطاع هذا تقريبا يشتغلوا ويوفر لهم في العائدات نتاعهم معناتها الأسر نتاعهم. ولكن أيضا لازمنا نفهموا زاد ثم حاجة اليوم عالمية ما فيها حد شيء. القطاعات السياحية في العالم كامل تتضرر في وقت الجوائح والكورونا. معناتها المسألة ما يلزمش ناخذوها ان هي الخساره الكبيره. الخساره الكبيره هي اللي كنتوا تحكيوا فيها انتوا سفيان. الخساره الكبيره هي انه الخسائر البشريه في تونس قاعده تكبر في عوض تقل. بمعنى وقت اللي الخسائر تكبر في عوض تقل لازمنا نفهموا اللي ترتيباتنا سببها واللي ترتيباتنا تشوبها عديد الشوائب واللي احنا الدوله نتاعنا مش قاعده تحمي كوم الفو في التوانسه. شكون لهنا مع انه يعاد اعلان الحجر الصحي أنا الشامل؟ انا مع لمده محدوده لانه تو اي لا الشامل لمده محدوده. صحيح احنا قبل حدثنا على الصعوبات الاقتصاديه للفئات الهشه، ولكن وقت اليوم الارواح اصبحت مهدده لمده محدوده لازم تسكر. انا لتو نتسائل علاش الانفتاح الكلي في النهار والاغلاق الكلي في الليل؟ يفهموا هنا لانه السيد رئيس الحكومه والحكومه كل لازمها تغزر ما بين السبعه والثمانيه، يعني ما بين وقت المرواح وقت وصول الناس لديارها قداش يصير اكتظاظ وقداش تصير عدوى في المتروات وفي الكيران. دونك مع الكونفينمون الحجر الشامل راهو الكونفينمون نحبوا ننجحوه ولا ما ننجحوهش. الكونفينمون معناها الحجر الشامل من غير ما تعطي للناس امكانيه انهم يقاوموا انهم ما يخرجوش من ديارهم، انهم يقاوموا انهم ما يمشيوش يخدموا باش يلقطوا خبزه صغارهم، راهو ما عندوش معنى. اذا تحبوا نعملوا حجر ندفعوا سومو، الدوله تدفع سومو. اور الدوله قالت لنا انه راهو مانيش ما هي تقول ما تنجمش ما تحملش التكلفه. اما راني ما نحبش نتحمل التكلفه نتاعو، التكلفه الماديه. المره اللي فاتت ان كل 200 الف اللي خدموه ما عطاوهاش العباد الكل، صارت فيها مشاكل كبيره. القروض والتسهيلات للشركات فيها مصاعب كبيره لليوم. مش لليوم. بمعنى انه الدوله يلزمها هي تقرر توفر مستلزمات الحجر الشامل ولا، لكن كقرار الحجر الشامل ضروره لازم انقاذ حياه الناس. طارق شوف فوزر نحن نحكي شكون باش يعمل هذا كله؟ يعني نبداو انا والله معناتها لازم نطرحوا السؤال. اخي انت اخي تحكي انت باش يعمل الحاجات هذه الحكومه هكا ولا الدوله؟ ما هي الدوله ساعه فيها صراع قوي في وسطها ساعه
حاجه الاولى ما فماش انسجام على مستوى مؤسسات سياديه نتاع الدوله. وزاره الداخليه اللي هي باش تراقب الاجراءات البروتوكوليه وتطبيق الاجراءات هي راك تشوف فيها الوضعيه نتاع اخي. انت عندك توا موديل نتاع قياده على مستوى سياسي، رئيس الحكومه مشى لفرنسا ورجع وما التزمش بحتى حجر صحي باش تقول للمواطنين يلتزموا بحجر صحي. ما فماش توجه وإرادة سياسية جدية لمواجهة موضوع الكورونا. فما أوليات أخرى بالنسبة للحكومة تتعلق بتحوير حكومي وتتعلق بوضع في كذا، ما فماش اهتمام. شفتك الفزعة اللي صارت في بداية موضوع الكورونا، انتهت هذيك مارس 2020 أكل حاجة هذيك أكل التوندانس هذيك اللي كانوا فيها الناس كل مواطنين وكذا برغم كل المشاكل اللي فيها ومنهم اللي ذكرها توا سفيان على مستوى التوزيع الوحدي اللي هو ديجا وقتها العمليه اللي صارت باش حطينا الناس كل في السجل الالكتروني وكذا بسرعه خاطر ما كان فما شيء يعني ما كانش فما سجل باش تبعث فيه الناس للناس معناتها كان كل شيء على الوراق فضايح معناتها وضعيه البيروقراطيه مخليتك ما عندكش امكانيه انك تحدد الكترونيا تحط شكون باش تبعث وشكون باش تبعثش على الاقل صارت حاجه وقتها حطوا الناس في دوكيمون اكسيل ولا الله اعلم وين حطوه دونك عندنا مشكله هنا في علاقه بالاراده السياسيه تاع الحكومه هالحكومه هذه قادره بها ويحب دور المسألة الرئيسية مش كورونا مش حاب يعمل تحويل حكومي خلي نستناو بلكش بعد ما يعمل تحويل حكومي باش تتقلب المشامية ويعمل لنا ربما وقتها الله أعلم قداش يتوفى من مواطن قداش يلزمنا قداش من فترة من وفاة باش تصير فزعة وباش تصير استفاء الفترة نتاع مارس 2020 اللي تحكي عليها على علاتها الكلها نقضت الأرواح وخرجت لنا نسب نموذجية معناتها مقارنة ببلدان العالم الأخرى اللي هي متطورة علينا احنا وصارت كوارث أكثر منا احنا على الأقل يا أخي اليوم ما ثماش قد الروح نتاع التونسي في الأخر في الأخر الفخر ولا الموت في الأخر هذا هو باش نتعداو الموضوع آخر معك خليل متغشش أنت؟ طبعا جوست في إشارة اللي كنا نحكيو فيه سي فغي كو في الموجة الأولى كانت عندنا فكرة على التوجه وين كان ماشي كانوا يقولوا لنا حتى الطب أو الناس اللي في اللجنة العلمية يقولوا لنا رانا ماشيين فيغ لا ستابيليزاسيون دو لا كورب رانا نحبوا نخليوها في نسق معين توا ما نعرفوش توا النساء من عليا تقول ما نعرفوش حالة تراخي شاملة أيوة. تحب تقول حتى راهم الحكومة اللي هذا هو الناس كل بهتين الناس كل شدتهم البهتة ستار ربي هكا خليل حالة التراخي شاملة وفي إطار المعلومات انا اعتبره اجرام التي لا تقل او باش نعطيك انا عمليه اجراميه اخرى ولكني مغطيه واحيانا تكشفها الارقام المفزعة عمليه اجراميه في حق الطفوله في نهايه الامر ايوه يعني اليوم نحل هكا نقرا رئيس الجمعيه التونسيه للدفاع عن حقوق الطفل يعلمنا اعلاما دقيقا انه عندنا خلال العشريه الاخيره مليون طفل منقطع عن الدراسه نفهموا مليح يعني بمعدل 100 ألف طفل كل عام ينقطعوا على الدراسة. نمشي من العام للخاص نلقى في الخمس سنين التوالى 526 ألف في الخمس سنين التوالى ونلقى سي حاتم بن سالم وزير التربية الأسبق في جلسة استماع برلمانية علمنا أنه كل يوم ينقطعوا 287 تلميذ كل يوم ينقطعوا 287 تلميذ أغلبهم من الذكور كل يوم والدولة تتكبد 20% من ميزانية وزارة التربية خسائر 1135 مليار خسائر. نمشي المرصد الإعلام والتوثيق حول حقوق الطفل. تزيد الأرقام تكبر. يقول لي راهو عندنا 7925 طفل تعداوا على المحكمة على مادة جنائية. يعني التسرب المدرسي يهز للإجرام. وثم مئات الأطفال وين عثروا عليهم؟ عثروا عليهم في محاولات لاجتياز الحدود خلسة أطفال. وعندنا مئات الأطفال أيضا SDF بمعنى في حالة تسكع أو تشرد أو تسول. أشنو هذا؟ احنا البلاد متاعنا اللي بنيت الارتقاء الاجتماعي على اقتصاد المعرفة. الدولة تبنيت أنه المعرفة هي اللي تخليك تخرج من الفقر. أصبحت منظومتنا التربوية تخرج في الفقراء. منجل الدولة اللي بنيت اقتصاد المعرفة على محاربة التخلف. أصبحنا الدولة متاعنا تخرج في المتخلفين وفي المتشردين وفي عدم الإحاطة. يقول لك القائل شنو ناقصنا؟ دماغات؟ ما ناقصينش دماغات. كفاءات بيداغوجية؟ ماناش ناقصين كفاءات بيداغوجية. عقول مسيرة؟ ماناش ناقصين. شو اللي صار؟ عندنا 20 سنة نحكيو على إصلاح التعليم ونعملوا في اللجان. من العشرية اللي فاتت والعشرية هذه وإحنا نعملوا في اللجان حتى لجنة.
صلاح تعليم لكلفناها بزمن محدد ولو ضعنا لها الامكانيات قاعدين نستهتروا بالاطفال وقاعدين نستهتروا بحاجه اخرى خاصه الخلود لو نقراو العشريه الاخيره كي نقول مليون ما يلزمنيش نربطها باصلاح التعليم كحاجه باراشيتي وحدها لا نربطها بالاسره لانه مشكله التلامذه المتسربين هي مشكله الفقر في تونس وتعاظم نسبه الفقر في تونس اعطانا الرقم هذا الطفل ما يلبسش مليح ما يرقدش مليح ما ياكلش مليح راهو يبطل القرايه راهو ما ينجمش يستوعب ثم الجائحه هذه عطاتنا خلل كبير وانا واحد من الناس وقفت عليه كونسينيون انه احنا قاعدين نكتسوا في المدارس في الاكتظاظ نتاع التلامذه والاكتظاظ نتاع البرامج بدون ما نخرجوا محتوى معرفي حقيقي وقت اللي ولينا نقريو بار جروب بمناسبه الكورونا اكتشفنا انك تقري 20% في قسم تقريهم الكل ويستوعبوا الكل ولو نصف المحتوى الدراسي احسن من اللي ما يستوعبش بالكل. اش باش نقولك انت اسمها توا فردت على روسنا سامحوني في الكلمه كرش منين باش نلموها الحكايه منين من التعليم نماذج التعليم لي بروسيدور الانفلاسيون جو دي سي التضخم التشريعي اللي عندنا في تونس في علاقه بحقوق الطفل الاطفال موقعهم في الاسره التونسيه اليوم سفيان فاصل صغير ونرجعوا باش نعطيكم الكلمه في الموضوع هذا لانه مهم جدا. راديو ترجع لكم في السيزون 3 أخبار جديدة في كل ما يهم عالم السيارات كل نهار أحد من 9 لل 10 متاع الصباح نجاوبوكم على أسئلتكم كان عندكم مشكلة في الميكانيك ولا تحب تشري كهرباء وتحب شكون ينصحك يكفي باش تطلبنا على 71 194 194 وانزل على الرقم 3 وسجل أسئلتك ميلا نوتخو رونديفو كل نهار أحد من 9 لل 10 متاع الصباح مع ميلا بن يوسف على EFM أحلى راديو. في العام الجديد دانات تزيد اللي يحبوها فرحة على فرحة وتبدا عام 2021 بهابي برومو 500 مليم على كريم ديسير الكل شوكولا فاليني وفاني دانات تفرحكم بالبروموات عرض خاص من 1 ل 31 جانفي في حدود الكميات المتوفرة أحلى ضحكة الحرب باهية ومش باهية باهية من حيث ولي الناس تولي ما عادش تاكل الميدون وتتبع الرجلة ومش باهية خاطر واحد يشري عظمة بالبن تطلع له حارمة يحشم باش يرجعها للعطار حرب باهية ومش باهية باهية اللي تطول في مدة العطف قبل الزفاف ومش باهية كيف من بعد تطلع البنية مش متمسكة بدينها تقول له هذاك من تالا التوماهوك مع خلود. مرحبا بكم رجعنا لكم ليس الكل مازلنا في فرحانين ولا متغشين متغشين جميع الكل خليل متغشش على أرقام في علاقة بالطفولة الحقيقة أرقام مخترة ألغمانت على الأخر سوفيان عندك تعليق على موضوع خاصة أنه الطفولة الجانحة الجائحة توا اللي كان يحكي فيه خليل هو بارتباط بقطاع التعليم قطاع التعليم بارك معناها مضمحل نجم نقول قبله هو كنت نحكي على قطاع الصحة اللي هو بارك اللي هو معناها في وضعية اضمحلال إذا نضيفوا عليها وأشار له خليل قبيليك شوية أنه راو الانقطاع الدراسي هذا مرتبط بالجنوع يعني بالقضاء ولنا إذن أنا في لطول متاع مشاكل البلاد الدولة هذه ما تولي دولة ما تنجم تقوم بدورها وما تنجم تقدم بالبلاد إلا وقت اللي تهتم بثلاثة قطاعات أساسية هي الصحة والتربية والعدل. واضح جدا طارق باش نعطيك الكلمة مباشرة الموضوع نتاع اليوم متغشش طارق خلينا نقدموا شوية عنا الزابينج اليوم بين تونس وأمريكا يا جماعة بعد شوية مع أحلام العبدلي طارق متغشش على شنو متغشش
متغشش في علاقة بواحدة من أهم الأماكن في البلاد من ناحية الاقتصادية والمالية. الميزانية متاع 2021 فيها توقع أو رغبة بلتو كشهوة بلتو متاع 4% نمو المرة الجاي، يعني نزيدوا 4%، باقي باش نقعدوا تحت صفر لكن نزيدوا 4%، بناء على أنه باش نوليو ننجو 6 مليون طن، أكثر شوية من 6 مليون طن في قفصة في الحوض المنجمي. حوض المنجمي اليوم في إضراب عام، اليوم 7 جانفي في إضراب عام، اللي معناتها للإشارة براتيكمون عمليا ما فماش إضراب، معناتها الناس ما تبعتش الإضراب العام اللي أعلنوا الاتحاد العام توزيع الشغل. علاش؟ خاطر هي بطبيعتها في إضراب عام. نعرفوا قفصة باش عايش الحوض المنجمي، الأربع معتمديات الرئيسية وبقية المعتمديات أيضا حتى قفصة نفسها بالحوض المنجمي بالسي بي جي واقف الإنتاج توا عنده مدة، لأنه قفصة كيف عدد من الجهات الأخرى قالت زادة حتى أنا، ونعرفوا وقف الإنتاج هو لمحل السابق على اتفاقية الكامور، هو سابق على اللي خلى فينا الماء حاجة، لأنه نستورد النفط من برا لأول مرة في تاريخ تونس. باش نفسروا أهمية السي بي جي والحوض المنجمي في قفصة، في 2010 آخر مرة صاروا دي بينيفيس كبار، فتنا ال 1000 مليار 1200 مليار دينار، يعني حاجة توا العام هذايا أقل نسبة متاع إنتاج منذ الثورة، 2 مليون طن فقط، اللي هي مهزلة. تخلينا جستمون نستوردوا الفوسفات باش تنجم المجمع الكيميائي والصخيرة يخدموا، لأنه ما فماش براتيكمون إمكانية، حتى الفوسفات الموجود والملوح في بعض البلايس ما نجموش نجيبوه. أحد المشاكل الكبيرة متاع قفصة واللي هي مختلفة على الوضعية في بقية الجهات ومقاربتها مختلفة، نجم نقول لكم توا ساعة ما فماش فيزافي الوضعية في قفصة، ما فماش فيزافي واضح لحل المشكل على مستوى رئاسة الحكومة. فما شخص نورمال مو عنده دوسي، يبدو عنده إشكاليات معينة ما ينجمش توا يباشر الدوسي. الآن الحكومة ما عندهاش فيزافي في علاقة بقفصة، في علاقة بالموضوع، ما فماش يكون ممثل للحكومة، هو فما شخص من المفروض يتلاقى بالموضوع لكن عنده إشكاليات، عنده ظروف صحية في عائلته خلينا نقول. أيوه. المهم معطل معالجة الملف، ملف يلزمه من جذوره من عروقه. أحد المشاكل متاع الملف هذايا هو أنه فما برشة تجاذبات سياسية وعشائرية وإلى آخره، لتخلي مثلا فما معتمديات راهو يقوموا ويقفوا على موقف معين لشخص معين. الملف مستعصي ولا مستحيل طارق؟ خلينا نقولوا الحقيقة، نجم يتحل. أنا في رأيي قفصة، وهذا توجد راهو توجدت المقاربة هذه في فترة ما العام هذايا داير، هو أنه قفصة يلزم جهة من الأخر. المشكلة الرئيسية تمشي مباشرة للتنمية، خاطر باش عاود يرجع لك كي باش تمشي للفخ البسنة توا، ما باش يعطيهم 500 من المفروض توا في البسنة، باش يرجعوا لك من بعد شهرين ثلاثة شهور 500 أخرين ونقعدوا ربلوت وماش باش تحل المشكلة. يلزم نمشيو لحل مشكل هيكلي في علاقة بقفص، يخص التنمية في جذورها، مش في علاقة بالسبيطار اللي موقف في المتعدد الاختصاصات، في علاقة بمجموعة من المشاريع المعطلة اللي البورتفوليو نتاعهم حوالي 5000 مليار. أنا معاه ساعة يتبدل الفريق الكل الموجود غاديك. تعرفوا تو وزيرة الطاقة الموجودة حاليا إلى حد اللحظة ماهيش فيزافي وما دخلتش في الموضوع، بل مدت للسي بي جي نتاع تو، اللي شد السي بي جي نتاع تو اللي هو كان موجود في قلب التجاذبات السياسية في 2019، يعتبروه طرف في النزاع. هذه المشكلة وين؟ أنا يظهر لي الفريق الكل يزمو يتغير، لكن أهم الفريق أنه يتغير، تمشي مقاربة ويتحط الباك. أخويا نمشيو في 5000 طن مش حتى 6000 طن، وجزء مهم من النسبة يتحط في البورتفوليو متاع التنمية بوضوح، وتتسرع عملية المشاريع المعطلة الكل، ونخرجوا من منطقة البسنة. خاطر كيف نخرجوا من منطقة البسنة مانيش خارجين من مشاكل، مش في قفصة كهو، حتى في التوازنات المالية في البلاد، لأنه كيف ما قلت قفصة مكون رئيسي في التوازنات المالية متاع تونس بأكملها. فاصل صغير توا وقت الثلاثة الظهر في مدينة تونس. تفضل سفيان. تصحيح ظريف هو أنه الإضراب العام اليوم في قفصة هو ليس بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل فقط، هو بدعوة من كل التنظيمات ومنظمات التنسيقية، لكن النتيجة واحدة، النتيجة واحدة. هو إذا كان يحسب بمنطق النتيجة اليوم التراجع والإفلاس هو نفسه، كيف اللي صار في بيجا نفس الشيء. بطبيعة الحال الاتحاد
بوزنه هو اللي ينجح ولا يفشل الاضراب. هذا لكن هي بتبعتها في ضرب صوفيا نغزل كي انت عندك قهاوي وعطاره وكذا مهمش يخدموا بتبعتهم لانه ما فماش خدامه بيجيوش الخدامه بالالاف. هو اسمع هو لو انه نحبوا نلخصوا نقولوا انه في قفصه البارح اسمهم بطاله اليوم اسمهم مضربين غدويك بش يعودوا يرجعوا اسمهم بطالة. أما هي وضع الهشاشة التشغيل وهشاشة التنمية في قفصة يخلي أنه ما فماش انتاج ما فما حد شيء لعبت كل ما تخدمش خليل أنا نحب توه نحكي الأولاد أخذوا المسألة بالعمق الكافي تعمقوا في مسألة القفصة. أنا نحكي بالمعطيات اللي موجودة عندي. الناس إش قالت اليوم المود اوردر تاع الاضراب قال لك يا سيدي وعدتونا صححتونا على 7250 فرصه شغل وخديتوا 202 قرار لفائده قبسه ما ريناهمش. الور احنا اليوم شكون نلومو؟ نلومو اللي صحح في اتفاقيات ما نجمش ينفذها ولا اللي قاعد يحتج؟ اللي قاعد يحتاج يا سيدي نلوموه انا متجاوزين امكانيات البلاد كذا. هذه اللي صار في قبسه صارت في صفاقس وصارت في تطاوين واجبرت الدوله على تطبيقها في تطاوين تحت التهديد بغلق الفانا واصبحنا اليوم امام دوله تمشي الحريقه شعلة تطفيها بشويه ماء وبعد الحريقه تقعد تحت الارض وهذه هي المصيبه الكبرى. ما تعمل اتفاق لما تكون قادر تنفذه ما كانش ما صحح. هو يلزم حتى من منطقه الاتفاق هذايا بالطريقه اللي تمت كيفاش نبدلوا المقاربه بكلها اللوجيسيال بكله. شفت انت تو باش توافق لهم هم اكثر من اكيد طالبين قانون اساسي حتى في جماعه البسطه طالبين قانون اللي هي معناتها واضح مطلب نتاع فيه تصعيد. لكن المشكل في علاقه بالثقه راهي قفصه تمشي بالعلاقات المباشره وبرشا ثقه تو هذا مش موجود. وفي المقاربة زادة الأخرى على مستوى المشاريع المعطلة يلزم تحط الباكو نتفهموا نرجعوا الانتاج ونحطوا الباكو من خلال المداخيل تاع سي بي جي بورتفوي للتنمية لكل موضوع هكا فيه معضلة سوف أنا سامحني سوفيان لا لا جوستومون كان نربط كلامكم كل بعضه دونك عفما اتفاقيات ممضات من قبل الحكومات المتعاقبة فيها وعود في عديد من القطاعات. اليوم وقت اللي بدات تتحل الامور بدات تتحل بالكارتة نتاع البستنا وهذا الموضوع سيتكرر في العديد من الجهات والاضرابات باش تتحاصل وما هوش حل وخاصة الفوسفات يا وليدي الفوسفات راه يلا معلش انا فاهم موضوع اخر هكا في كلمتين كيفاش احلام جات والزابينغ وامريكا والكابيتول يا خليل شنو نعملوا فيه؟ هذا الكل من قدام ما هوش فقط ازمة تنمية جهوية يعني الاتحاد عمل سلسلة نتاع اضرابات جهوية في جهات باين عيني عينك معناها عنده تقاليد كبيره في العمل النقابي ايضا لاستحثاث وجوده في الحوار ولورقه الضغط سياسي. شكرا لك ميرسي يعطيكم الصحه. احلام العبدلي مرحبا بك. مرحبا هشام المشيشي البارح من وزارة الداخلية مباشرة نحكيه على رئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة منذ إقالة وزير الداخلية السابق شرف التوفيق شرف الدين البارح في أول رد ليه على الكلام اللي تقال وما أشيع وما تم تداوله بخصوص إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين قال فما حاجات أربكت وزارة الداخلية أي المؤسسة الأمنية ولا فما حتى إمكانية اختراق نسمعوه. ما نجمش نسمح بحتى قلبك للمؤسسه الامنيه، بالنسبه لي انا المؤسسه هذه الادارات نتاعها والقيادات نتاعها لازمنا نحترموه، لازمنا نسمعوه ولازمنا نتفاعلوا معه، البناء الامني هو بناء متماسك، اي عمليه ارباك للبناء هذايا في الفتره هذه خاصه انا ما نسمحش بها، وانا نتصداها، هذاك علاش جات الاقاله هذه لانه شفنا حاجات اربكت المؤسسه الامنيه ولا فما حتى امكانيه اختراق المؤسسه الامنيه، وقت اللي احنا نمسوا العدد الكبير هذاك من القيادات الأمنية بدون علم أي طرف في المؤسسة الأمنية لا من القيادات الأمنية لا بالرجوع إلى رئيس الحكومة وقتها نوليو نحكيه على إرباك المؤسسة الأمنية. إمكانية اختراق وزارة الداخلية صارت أمور من غير ما نعلم المديرين ولا بالرجوع إلى رئيس الحكومة الأمر خطير جدا. شوف هنا خطير جدا ومش خطير في نفس الوقت سامحني في العباره. اش معناه اختراق وزاره الداخليه؟ دايره حكومه وزير الداخليه اي سيدي وقتاش اختراق وزاره الداخليه؟ قبل ما تمسوا وزير الداخليه ساعه وتقيلوا وبعد تلوج له على اش نقول علاش اقلته جيب الاختراق هذا نفهموا الاختراق هذا تتحدد المسؤوليات وبعدها يقال وزير الداخليه.
اما احنا اليوم رانا في تونس وفي تونس اللي فيها ناس تفهم السياسه. الور سيد توفيق شرف الدين امشى في اطار شروع في عمليه تصفيه الوزراء الذين ينسبون مرجعين الى رئيس الجمهورية. المديرين. وهذا لا الوزراء هو الشيشي مشى في المنطقة هذا وقبل ذلك بدأ بوزير داخلية زوز انذارات من زوز مكونات رئيسية في هذا الائتلاف اللي يدعم في المشيشي وقالوا اللي الوزراء هذم اصلا ما نعرفهمش اللي جابهم رئيس الجمهورية تبارك الله عليهم. معناها يجب نزفوا بشرى للناخبين التوانسة ان نوابهم الميامين يقف ويصوت ويعدي اليمين وبعد يعدي واحد ما يعرفوش وزادوا اتهموا رئيس الحكومة اللي هو قبل ما يخرج الندوة الصحفية يجيه بحث امني على الوزير وياخذ توضيحات من عند هيئة مقاومة الفساد وياخذ عليه دو اجيس كازاد منين تولد لين نهار اللي شد الوزارة طلع ما يعرفهمش مسكين. تو هذا تو يحكيوا لنا هكا تجيني بعد ما تخرج وزير الداخلية اي نشوفوا علاش زعما تعيناته زعما اختراق اختراق ريت اختراق وزير الداخلية تعال سنين واحنا نحكيوا فيه تو كم شكون في الحبس خليل وزير الداخلية والملف مازال مسكر تحت عنوان الجهاز نقولوا انه هذه هي بداية التحوير اللي حكينا عليه مليارات المرات وابدا باكثر وزير قريب من قيس سعيد من رئيس الجمهورية لوزير الداخلية علاش تو علاش في الظرف هذايا علاش الحديث على إمكانية اختراق علاش تسريب برقيات اللي من خلالها وزير الداخلية حاول أنه يبدل العديد من المديرين أي ما نعرفش في أصل النقابات الأمنية تو عندها 10 سنين تخرج في وثائق الأمن وتخرج في وثائق وزارة العدل خارجين في الفيسبوك تو كلام هذا تو هو الزوز كلمات المفاتيح في التصريح نتاع المشيشي هو الإرباك والاختراق إجا نشوفوا الإرباك الساعة الإرباك تعيين تغيير 26 و 27 إطار مرة واحدة ينجم يكون فيه إرباك لكن إلغاء قرار بعد 24 ساعة فيه إرباك كبير هذا الإرباك الإعلان اليوم على فتح تحقيق باش نشوفوا التسريبات نتاع القرارات اللي هذيك شكون مسؤول عليها فيها ارباك زاد للعمل الامني دونك في موضوع الارباك وان كان اللغه سياسيا مقبوله راهو برشا اطراف مسؤولين عليه بقتل الاختراق مسألة تهم الأمن القومي اختراق وزارة الداخلية اختراق مسألة تهم الأمن القومي وتجاوز للمديرين والقيادات الأمنية ولرئيس الحكومة عملية اختراق محاولة اختراق لوزارة الداخلية بلين حب الكلمة دي نتوقف عليها شوية الاختراق معك سوفيان كلمة هل تدخل رئاسة الجمهورية في عمل وزارة الداخلية يعتبر اختراق كلمة الاختراق تحين على الانتليجنس يعني على التجسس رئيس الجمهورية باعتباره مسؤول على الأمن مسؤول على الأمن القومي وهو حامي الدولة لا يمكن أن نتهمه باختراق أي جهاز من الأجهزة هذا تجاوز صلاحيات خطأ في تأويل الدستور ولكن لا يمكن أن ينسب له الاختراق لكن الاختراق ستون ترمينولوجي بارتيكليير اللي تحين على خطر إخلال بالأمن القومي وكل إخلال بالأمن القومي يحاسب عليه جزائيا وبالتالي اليوم المطلوب من رئيس الحكومة لأنه هو اللي استعمل كلمة الاختراق أنه يوضح لنا بشكون يقصد وشنية الإجراءات اللي بش ياخذها لضمان الأمن القومي من الاختراق شوف معناتها المشيشي قاعد أنا في رأيي قاعد يخفي في ثقة أكبر في روحه ويقدم يصعد شوية في اللهجة وبكل ثقة في النفس وكي نمشي أنا كوزير داخلية نمشي في وزارة الداخلية ونحكي بالمنطق متاع أنا راني ضد الاختراق مش رئيس الجمهورية خاطر
المده اللي فاتت شكون اللي يقول فما اختراق وفما معناتها مشاكل وفما اطراف وفما كذا. ورئيس الجمهوري توا راني حتى انا راني مش نقول راهو فما اختراق أي. وفما ما قالش اطراف فما ضمني اختراق من شكون ميو. ما كنت تدعو فيه عندك توا 6 اشهر انه يكون عقل يفكر سياسيا ويتطور هاو تطور هذا هاو خذيب زمام الامور التطور في اتجاه زومبي اكثر من علاش وزير داخليه تجاوز رئيس حكومه رئيس حكومته ينحيه فسر فاش تجاوزوا هذه المشكله نحبوا توا نحن حكينا البارح اللي المساله قررها نبيل القروي ماك العام ما عنده حتى علاقه مش شيء ينفذ تعليمات التحالف الحكومي اللي شد عليه سمال الطيح من الاخر ما نبداوش وزير الداخليه خطير طارق قال له درا شنو الخطر تجاوزوا في مديرين عامين انا نقول لك قبل القرار نتاع الوعد قبل خروج البرقيات لحظه خلينا نكمل انا ما عندوش الحق قول على روحك وعنده الحق باش يقيلوا في هذه الحاله قول على روحك انا بالنسبه لي قرار سابق ومصر عليه وهو باش يقيلوا في جميع الاحوال نجي للي به فائده تو الاختراق بالله انت توا معناتها شو معناتها انت توا داعمك نبيل القروي وداعمك التحالف هذاك اللي في حركه النهضه التي اتهمت لعشر سنوات زاد باختراق وزاره الداخليه انت باش تقول لي الاختراق معناتها جاي من الاطراف المعادين للاطراف هذوما سامحني في عقلك يا جماعه باهي تحب تولي طرف وازن وتتهم والاختراق وتترى ما تعرف في وزاره الداخليه فما معايير وقوانين ومنظومه كامله تضبط موضوع فما مجلس الشرف وفما مجلس درا شنو داخلتي جاي من التالي وتعيط فما اختراق لعبه هي اختراق تم اختراق المصالح المختصه تم اختراق المصالح الفنيه تم اختراق الاجهزه التابعه من 2011 انت تجي كرئيس حكومه وزير داخليه وفي مقر وزير داخليه وتقولوا ومن بعد تمشي تروح تهز كرامتك وتروح وتحب نقولوا والله تعرف ايه والله يظهر فيها الحكايه اختيرها اه؟ كان فما اختراق فانو انت لانك انت حصان ترواده لاطراف اخرى بالفعل يلا سفيان لا قولوا لي توا فما ملفات فما بربي كل واحد نفصلوا ما بيناتهم انه رئيس الحكومه يقيل وزير الداخليه فهذا من حقه الدستوري الذي لا يناقشه ما عمرنا ما ناقشناه لا ما ناقشوش فيه ما تناقشتش لهنا يعني من حقه اما فما استتباع سياسي لا العمل أيوة فما اداء الاداء نرجعوا للمشيشي بيدو كنا نحكيو على الكورونا وزير الداخليه تجاوز رئيس الحكومه فهذا زاد ثابت الموضوع مش في استعماله لصلاحياته الموضوع هذا اللي ما نتناقشش المهم انه ما نحاولوش الاشكال هو انه قال انه فما اختراق والاختراق تحيلنا الى اشكاليه كبيره متعلقه بالامن القومي ولهذا يلزم ما نقفوش عند مجرد التصريح. قلت الكلام هذا شكرا لك خليل. انا فقط نقول المساله ببساطه في جملتين. قال طارق مش نكملها. سي المشيشي توا في وضع لا يحسد عليه، ما ينجمش ما ينحيش وزره. ينحي وزير وبعد يجيب الموتيف اللي خلقها ربي الكل، علاش؟ لانه اي اغضاب للثلاثه الموجودين الدعايم نتاعو اللي صوتوا له يساوي الفصل 97 وهذاك علاش صار ديتورنمون بوليتيك للحكومه من قرطاج الى القصبه وديتورنمون بوليتيك هذا باش يدفع الثمن نتاعو المشيشي وقتاش ما يدفعش الثمن نتاعو كي يكون عند المشيشي استعداد كيما كان عند الطخفاخ باش يخرج من الحكومه يبدو ان السيد رئيس الحكومه شادد بيديه وسخيف باش ما يخرج وعدم الخروج يساوي الرذوخ لثلاثي حركه النهضه وقلب تونس وائتلاف الكرم هشام المشيشي وقت اللي جا وشد رئيس الحكومة كان تكنوكرات ما عندوش مع السياسة عينه رئيس الجمهورية وقال أنه حكومته ستكون حكومة كفاءات وهذا موجود طارق في العالم الكل في العلوم السياسية إلى بخي جو على بوليتيك هكا ولا لا الناس كل لحظوها يحب يعمل سياسه ويمكن يمكن في رؤساء لا فما برشا رؤساء حكومات في تونس جاوا باش يخدموا بعد ولاو عندهم طموح سياسي هو تتفسر بعلم النفس مش بالعلوم السياسيه تتفسر بعلم النفس في علاقه بالشهوه والرغبه في السلطه كي تمسها وتقرب لها وتشدها وقتها تولي انت بيدك يصير لك ميتامورفوز علاش قلت لك كانت الميتامورفوز مش التطور لرجل الدوله هو التطور الزومبي زومبي بمعنى انك انت مستعد ومسيء مغمضت عينيك ومهما كان
نستعد تكبش فك الواحد هذاك. المهم يخليه السقف فوق راسك الثلاثي اللي حكينا عليه. نفس الحيثية اللي تنحى فيها وزير الداخلية في 2018 بطلب من وقت الاخر مقصور اذا ما ينفذش كلام قال وقتها ديجا حكيت في اختراع شيء يعملوا له مجسورة ويخرجوه كيما هو هذا هو كيلو احنا تو نقعدوا ساعة ساعة هذا هو معناه لوبليغاسيون بوليتيك في مشكلتنا في تونس عندنا تنازع سلطات في تونس عندنا بلوكاج بوليتيك وقاعد يتعاون من العام الخو تو ما صلحنا حتى شيء من الجذور هذه المشكلة. أحلام نتعديو للموضوع اللي بعده. أمريكا دونالد رامسفيلد وجورج بوش وكونداليزا رايس ومادلين أولبرايت والليستة الطويلة أمريكا اللي كانت تقاري في الناس في الديمقراطية في العالم واللي قصف الدول من أجل الديمقراطية ونحات رؤساء وما إلى ذلك البارح في مشهد الحقيقة ما كانش منتظر وما كانش متوقع. رئيسها دونالد ترامب الرئيس المغادر أو الرئيس المتخلي قال لجماعته والأنصار متاعه قالهم يجيون هدوا على الكونغرس نسمعوه. We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women and we're probably not going to be cheering so much for some of them because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. لهم لازم تكون عندكم القوة الكافية باش نجموا تفكوا منا الدولة. هذه الدعوة اللي بعدها هي الدنيا شعلت في أمريكا والتوى الأمور ما زالت متوترة رغم أنه نورمال مو حضرة تجول تم رفعه. مشاهد غريبة قوية. شوف أنا هام زومبيات البارح. أنا البارح قعدت نتفرج حتى شي دولي مساطين مطلقة أصباح في سي ان ان البارح خلينا نقول حاجة تو الناس كل شفنا برشا حاجات وبرشا معطيات متوفرة. الكونغرس انا كنت نمشي للمكتبة بتاع الكونغرس وساعات ندخل من حق المواطنين وندخل حتى وكان مش امريكانة اي حتى توريست نجم تدخل فيه فما اجراءات معينة تعمل لكن الاجراءات الامنية الموجودة في الكونغرس وفي الدخول غير عادية. البارح حتى المراسلين بتاع السيانان المراسلين بتاع الكونغرس بتاع السيانان هم بيدهم قالوها بشكل واضح قالوا نوع التراخي الموجود غير عادي. البارح وقت اللي العمدة بتاع واشنطن دي سي طلب قال حظر التجول الستة وأعلن يلزم يجي الحرس الوطني. شو يصير من وزارة الدفاع سكرتير وزارة الدفاع اللي يرفض. عينه جديد ترامب عنده شهر ونص شهرين يرفض قدوم حرس وقت جاء الحرس الوطني وقت اللي الجفرنر الحاكم بتاع ولاية فرجينيا بعد البارح صارت فوضى مؤسساتية كاملة وترامب قاعد يجي ساعتين ونص أو ثلاثة سوايع سكت يتفرج ساكت بالرغم الضغط اللي صار عليه حتى من داخل الحزب الجمهوري باش يتكلم ويقول للناس تقفوا من بعد حتى كيتكلم بعد ثلاثة سوايع اش قال؟ قال الانتخابات مزورة وبيهم وعليهم اما راو يحبوكم تعملوا هكا برمشوا وروحوا بشكل سلمي. البارح هي مرحلة محطة غير مسبوقة في أزمة مش الديمقراطية كهو الأمريكية راه في أزمة الديمقراطية في العالم في العالم مثلا راهو مثلا مش متعلقة فقط بأمريكا. البارح اللي صار كان صدمة حتى كي نلقى حكومات في كندا فرنسا ألمانيا خرجوا بيانات للتعاطف وكذا صارت صدمة البارح أنه بلاد تصرف ما نعرفش 700 مليار دولار على الديفنس على الدفاع كمشة ميليشيات يدخلوا لها القلب السلطة متاعها معناتها زي لهنا البارح المشهد هو مشهد أزمة الديمقراطية في العمق. تعرف عامين التالي جاء فرانسيس فوكياما لهنا لما سبيه بحذانا عمل محاضرة حول مسألة الليبرالية. تعرف فرانسيس فوكوياما نهاية التاريخ وصلنا القراءة الهيجلية متاع وصلنا لقمة التاريخ المرحلة انتهيت وتسكر تاريخ الليبرالية السياسية الليبرالية الاقتصادية ما عادش فما حتى شيء آخر. عامل التالي جاء قاعد يخدم على مقاربة جديدة وكتاب جديد اللي لا مش بالضرورة الليبرالية السياسية تجيب لك الليبرالية الاقتصادية والليبرالية الاقتصادية تنجم تخلق لنا أشكال أخرى حتى استبدادية ويركز على المثال الصيني. البارح أنا نأكد لك أكثر طرف قاعد يتفرج ويتلذذ ويهتم باللي صاير بخلاف كل الأطراف الأخرى لكن الطرف المهم والمؤثر هو الطرف الصيني لأنه قاعد يتفرج يقول فينا الماء الموديل هذاك اللي عامل علينا حرب حرب التجارة تريد وور فينا الماء غزرول العالم الكل قاعد يتفرج فيه البارح بايدن كي يتكلم معناتها نقص يقول انا حاشم اللي انا امريكاني ما عادش نجم نصدم طارق البارح الناس اللي قاعده من الموقع الصين تخزر قاعدة تشوف في مثال أمريكي قاعد ينفجر من الداخل أمبلوزيون صايرة الناس اللي تدعي الديمقراطية واللي وقت اللي عملوا لحظة لحظة لا تدعي الناس تدعي مساج تدعي على بعض دول أخرين عم الديمقراطية عندها مشاكل وأزمات الديمقراطية
اما تقول تدعي تدعي اي تدعي وقت ما لقاوش السلاح في العراق ما قالوش ما لقيناش انه الحرب على العراق انها من اجل الديمقراطيه ما قالوش ما لقيناش كذبه تدعي دونك تدعي ما هم ما قالوا في مجلس مش قالوا على خاطر الديمقراطيه خلينا نقول هم امريكا ما عادش فيها ديمقراطيه مش حتى عندنا في تونس ديمقراطيه راهو زيد نتبهوا بها دونك راهو اللي صار في الولايات المتحده لحظه يا صوفيا انا مانك حاجه في علاقه بالامن وحضور الامن وقت اللي صاروا المظاهرات ضد العنصريه في امريكا شفت الامن قدام الكونغرس هذاك فاش قلت كحلة الدنيا اليوم كحلة. اللي صار البارح دونك يعكس لي فم امكانيه نتاع التواطؤ اي فوالا دونك يعملونا يعملونا في التمثيليات نتاعهم يا زلي على بالي فاصل ونعطيكم الكلمه ما يسالش نقعدوا في امريكا يا جماعه قضايا هزت الراي العام التونسي احكام بالسجن وعقوبات الناس غلطت وخلصت وناس اللي عملت يدها ولا ساقها قال لي انت دار فيك المراه نمرو 20 من النساء اللي تحايل عليهم باسمي انا عام كامل ماني هارب قعدتني ومرتي وحكينا نقدم روحي نعديش مكتب من ربي ونروح يا اما نطلع ليبيا عائلات خسرت اقرب الناس لها في جرائم بشعة نرجع لحيثياتها وتفاصيلها ما نجمش نعري روح ورس بنتي وقل لي أنا مراشرة جميعتي هما بشي شوف ما سيبني إلا ما قرار من عصف قلبي تقسم وقت نصف جنحي تقسم عصف روح بالرسمي وحدي ما عندي حد أسمعونا كل سبت أحد من مالي ساعتين المطلثة في نهج التريبيونال الانترفيو مع جهام بن عبدالله على إيفان أحلى راديو إيفان أحلى ضحكة تليفون بقيت عمر مكتر بوك تخافش بقيت أحسبي قيتك رين دو رين دو؟ معناها فما رين أه عيني مامي غامي رين أسمع مامي رامي رين مبداوش مدورة وا تقوليش أنت ما تشو إيه مش ما تشو رين أه رين دو محمد سانك منزا سيس أه عادي انتم تسمعوا في 90 دقيقة كانوا يجيبوا رجعنا والله العظيم سيدة المخرجة نهار سامحوني رجعنا ابنة أنا نحبك ياسر أنت معنا في الإخراج ونحييك داير أما بجاه ربي نهار راك تعمل لنا كارثة بالترجيع هذه على غفلة ميرسي بوكو فما حتى مشكل ما عندنا ما نخبيو نحكيو على أمريكا نحكيو على إلى أي مدى اليوم نقولوا راهي أمريكا فيها الديمقراطية ونقولوا والله شو ما أحلاهم كيفاش غلطوا والله غلطوا هما كالعام خلي ناس سفيان وبعد خلي سفيان نجموا الأمريكان نجموا نقولوا أنه أمريكا دولة راعية للإرهاب دولة ضد تحقيق شعوب لاستقلالها وحقوقها واستلام حقوقها النجم نقولوا عليها أنها دولة مارقة النجم عليها نقولوا على كل شيء لكن الأزمة اليوم اللي عاشتها ما هيش أزمة الديمقراطية في أمريكا هي أزمة الشعبوية في أمريكا وغير أمريكا اللي احنا لأنه الديمقراطية في أمريكا حب ولا كره ظهرت أنها متمكنة وقوية وعندها جذورها لأنه الكونغرس بعدك التصور المفزع هذيك عاودوا جلسوا وكملوا صوت. البرنامج بتاعهم وعاودوا رفضوا مرة أخرى عاودوا رفضوا ورفضوا وكذا شنو معناها شنو معناها شنو معناها معناها أنه هاي الكونغرس ومشروع بمتاعنا كيف البلاد اللي عندها ديمقراطية مؤسساتية مراكزة ما تخافش عليها نجم تاكل الهزات لكن تقوم الخوف من البلدان اللي الديمقراطية متاعهم ما هيش مرتكزة على مؤسسات الخوف من أنه الشعبوية تولي هي وحدها كهو من غير منافسة الخوف أنه برلمان وقت اللي تنحيله المفتاح متاع الصالة متاعه يلغي الجلسات يلا خليل ممكن مش نتكلم كلمة نكسر بها الريتم شوية مساعة نشوف الكاسكيتات والدهمة هذيك
دهمه هجموا نقولوا هجموا معناها ولينا تو الناس كل زملاء عندنا روابط حماية الثورة نتاعنا عندنا ساحة محمد علي نتاعنا عندهم التنفيذ اللي صار البارح عندهم تنسيقيات عندهم تنسيقيات شو باش يخدموا الشعبويين هو سفيان اي هو التنفيذ اللي صار البارح الشعبويين يخدموا باللي ديكلاسي معناتها عباد كيما اللي صار فيك الجيلي جون في فرنسا اللي ديكلاسي الخارجين من كل الالتزامات لا مع الدولة لا مع الديمقراطية لا حد شيء كثروا في العالم بل ولاو يحكموا فيه بل ولاو ساعة ساعة يدهموا على المؤسسات نتاع الدول اللي صنعته لكن تبقينا نحب نذكر بحاجة برك وقت نقولوا الديمقراطيات ذات الجرائم الكبرى أنا نذكر بزوج جرائم فقط عملتها أمريكا مش تضاهي تقتل الديمقراطية في الدم الجريمة الأولى أني حور التاريخ بلاد كاملة كيما العراق وحولتها إلى دولة طائفية وصرفت عليها سلاح وهبطت عليها بإشاعة اسمها أسلحة الدمار الشامل واستعرفت بها وبعد ما صرفت الفلوس هاك الكل وسيلت الدم هاك الكل وهبطت الإرهاب الكل عطاتها مدتها لقمة سائغة لإيران وهو كيتفارع فيها غادي لحد الآن اثنين الجريمة خليل وقبل ذاك فيتنام وقبل ذاك فيتنام وقبل ذاك معناها القنابل النووية على ناغازاكي وهيروشيما ضد الدول العربية والقضية الفلسطينية ورعاية مسار التفريط في الارض العربيه شدته هي البيرو ملف التطبيع البيرو واضح لا كلمه طارق المفارقه هذه مش جديده مش خاصه بامريكا اللي هي انت عندك ديمقراطيه لشعبك لكن تعمل في الاستبداد على مستوى دولي والإبادة. اللي هي الامبرياليه معناتها تعمل في الاستبداد انت مش تعرف الامبرياليه تضرب وتضرب في وتضرب في حق شعوب اخرى في انها تحكم نفسها بديمقراطيه هذه مفارقه موجوده من القرن 19 وموجوده وامريكا تمثل الرمز نتاعها الحاجة اللي ممكن نختلف فيها أن هي أزمة الشعبوية أخي الشعبوية هي في حد ذاتها تمثل لأزمة الديمقراطية أنتر بارونتيز الشعبوية كموفمون كحالة كظاهرة هي أول حالة صارت فيها أول بلاد تاريخيا صارت فيها أمريكا في آخر القرن 19 ولادة الشعبوية كظاهرة صارت في أمريكا في القرن 19 مش حاجة جديدة يعني لكن اللي صار البارح والتهجم بالطريقة هذيك وبالسهولة هذيك وأن يكون عندك في رئاسة الجمهورية في البيت الأبيض شخص لا يؤمن بقواعد اللعبة الديمقراطية عمليا هذا هو جديد ولك علاش قلت لك فما أزمة ديمقراطية وتمثلها ظاهرها سمكتوم تاعها الشعبوية شكرا مش أزمة شعبوية شكرا ليك طارق شكرا ليك أكيد نرجع مرة أخرى نحكيو على الشعبوية هل هي من تمظهرات الديمقراطية وإلا لا ولا ديمقراطية ديفيغوري شوي ونرجع نوعدك جمعة ذيك كل يوم نحكيو شوي على موضوع الديمقراطيه والشعبويه احلام نرجعوا تو لالامنا اللي هي طلعت حد شيء فرامو بالكونغرس الامريكي نرجعوا لمجلس النواب ساميه عبو سكرت الباب الكبير وهزت شكل مفاتح اما خلت بيبان الصغار نسمعوها هي جسمه انا سكرت الباب بمفتاح هي اللي عامله شكون دخل من النواب شي يجبد كبوته ولا ما عرفش شنو احنا قاعدين هي تسكر فيه وانا مشيت ناحية المفتاح خبيته سكرت قاعدت ما حد يدخل من الباب الكبير خبيته على الباب الكبيره ثم بيبان صغار بيبان صغار قعدوا مفتوحين ما كان يدخل من بيبان الصغار مش من الباب الكبير اون فيت المجلس فيها في باب كبير في ابواب جانبيه ثلاثه ابواب جانبيه صغار حيت المفتاح بعد سكرنا الباب وتنقول لك علاش معناتها طبعا بعد يقول لك شنو ولا مش واحد بقى ما يعمل قام سكر باب المجلس فهمت توانا بخيسك 10 سنين في المجلس عمي ما عملت علاش عملت حسب رايك ثم حاجه جراف صارت اذا ما استعصم حاجه جراف صارت وباش تصير على اللي قدم باش يصير دونك الحركه هي كانت حركه رمزيه احتجاجيه وتصعيديه في نفس الوقت فلما بعد ساعه ولا ساعه ونص سمعت اللي المفتاح اللي عندي الكشك هذاك فين فتح بيبان الخليه معناتها عيط لشكون قلت له يجيهم الفاتح بلا خذه خليل والله ايش نقول هو يقول لك اسمع هذاك جونا داخل البرلمان توانسه ساعات ضامرين حتى في الصراعات السياسيه هذا شفتوا حسيتوا باش يجيب كانون البخور خليل وباش يقول مصلي عنيفي علينا ومحلب قلت لك حركه احتجاجيه سامي عبو سكرت باب الجلسه هزت شكل مفاتح خاطر فما حاجه خطيره صايره وهي قاعده تحمي في المجلس من الخطر ده هي تحميه حسب معناها مرجعيتها ورؤيتها فهمتي انا مفتاح ليت التسكيره هذيك هي تسكيره سيستم والله بالحق والله كي يقعدوا العام على خوف الوضع كي تقراه داخل البرلمان ديموغرافيا ديموغرافيه الكتل تلقاه يستحيل تلقى بلوكاج بوليتيك ما عادش فما امكانيه الناس تلتقي على نفس الطاوله في البرلمان وتفرقت على ثلاثه ولا اربع جروبات يستحيل باش يقعدوا مع بعضهم عندنا ازمه نتاع تمثيليه للشعب في البرلمان اللي اعطاته انتخابات 2019 ما يعطينا كان برلمان ما ينجمش يتكلم معطل ديسفونكسيونمون فيه خلل وظيفي خلل وظيفي
أنا سفيان. أنا والله أنا والله متقلق برشا، كنحب نعطيه تفسير وإطار نظري سياسي الشيء ما عنده حتى علاقة بالسياسة وبالمنطق وكذا. راهو اللي عملته سامي عبو، نفك المفتاح نسكر الباب راهو ما يجيش لا في الأخلاق، راهو عيب، راهو تصرف ماهوش معقول، راهو تصرف أرعن، راهو ما يليقش، راهو حتى سنة أولى ديمقراطية ما تقبلهاش. راهو كي تبدا تقول دي نتاع ديمقراطية يقولك وقف، ما تحبوش تعرفوا علاش سكرت سامي عبو الباب المفتاح، ما تحبوش تعرفوا حتى من باب الفضول. لا ما نحبش نعرف، لأنه ما عندهاش حق، لأنه ما عندهاش الحق، ما عندهاش الحق. الموضوع بسيط، المشكل وين؟ أنه نعيب على سامي عبو اليوم أنه سكرت الباب. يلزم أنت توا خليل نعود نرجعوا تودين أنه عبير موسي قبلها مشيت قعدت على بيرو رئيس الجلسة ومنعته من أنه تصير الجلسة. يسمع لا أنا أدين حاجة أخرى، أنا بطل الملحمي والزعيم اللي جاء من سويسرا وما التزمش بالكونفيرمون، هذا اللي هو سبب حكاية المفتاح. جاء من سويسرا مظفر أنه ما تشدش في المطار. هذاك عليه سكرت الباب المفتاح. سمحني يا ما كان على خاطره هو سكرت الباب متاع الجلسة، إيه نسكروا باب البلاد لأنه عندك رئيس حكومة كان في الخارج. عندك شي فكرة تعرف عليه سكرت سامي عبو الباب المفتاح؟ قالت من جملة المسائل هي مسألة سيف الدين مخلوف على الكورونا خاطر ما التزمش بالحجر الصح، وزيد نام يتم حتى التفاهم على مسألة البيان. على فكرة نترحموا على مبروك الخشناوي اللي توفى اليوم، الله يرحمه، فقدنا نائب شعبي ونائب لا يرحمه. الحاجه نحب نقول عليها البارح داير قلت وفى بالكورونا قلت اللي خطا اللي عملته واللي المفروض ما تفكش المفتاح، ما تنجمش تواجه وضعيه غير قانونيه وغير مقبوله بممارسه غير قانونيه وغير مقبوله، ما فما حتى شك في هذا. لكن المشكل انا نحب نرجع بالله على الاجراءات الامنيه عموما في البرلمان. البارح شفتوا رغم كل لي ديفايونس اللي صاروا في البرلمان الامريكي وكذا، شفت وقت اللي تعلق الامر بمحاوله اقتحام داخل الواحد جبدت الفروده البارح دور احد اللي حاول فما امراه هذيك توفت. حبيت نقولوا انا فما اشكاليه حقيقيه في التسيير الداخلي نتاع المجلس، بغض النظر مش حتى في علاقه برجل الغنوشي تو، عموما في كيفيه التسيير الامني. وبذاك علاش فما شكون قالوا نعملوا بوليس برلماني، اللي كلام فارغ ماكش معني بتاع بوليس برلماني، لكن كيفيه التسيير الامني فيه مشكل. وايضا في مساله النظام الداخلي، هو تعرف من الجلسات من المواضيع اللي كانت باش تتناقش في الجلسه العامه لو تعملت جلسه عامه موضوع النظام الداخلي اللي المشكله تو المقترح الموجود فيه تصور ليه أغلبية ما فهمش تصور لأنه المجلس يخدم رجلو مهما كانت الأغلبية ومهما كانت الأقلية. نرجع المشكل الرئيسي هو مشكل تسيير مجلس مع الإدانة بشكل واضح وغلطة اللي عملتها سامي عبو ما حقش عملت شيء هذا. بعد الأخبار ضيفنا يجينا مباشرة من البرلمان رئيس كتلة الأسلحة سنة الناصفي باش نعرفوا ما قال الجلسات اللي كانت منتظرة وخاصة في علاقة بالنظام الداخلي، الإدانة المطلوبة من العديد من الكتل ضد العنف، الأمور كل متوقفة، ويظهر لي فما أمور صحية باش تتسكر شوية في البرلمان. كل التفاصيل بعد شوية.